بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا دائما، رب إنك الرؤوف الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأنا بقراءة أصناف الحلال والحرام، ومما قرأنا بالأمس قرأنا أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه. وقرأنا القسم الأول وهو الحرام لصفة في عينه، ومنه الخمر والخنزير، فهما في عينهما محرمان. السلام عليكم. يعني تيجي وتقول مثلا اللي بعض الناس يحاول يبرر يقول لك ما لحم الخنزير فيه مثلا دودة شريطية ولا كذا، طب ما هو البقر ممكن يكون فيه دودة شريطية مثلا. تيجي تقول لأنه بوكل مثلا أوساخ، طيب ما هو الشريمب الجمبري شو بوكل؟ أوساخ، بعض القشريات يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال لك حرام، عيدت استسلم لأمر الله عز وجل. ظلشت في عينه حرام، صغير لقمة عشرة، سبحان الله. كان أحد آمنت بالله، نعم نعم، يرث الأرض وما عليها. أحد المسؤولين من البلد جاء إلى أمريكا وأنا أدرس هناك، دعينا إلى طعام في مطعم من المطاعم، فاجى على بال هالمسؤول انه ياكل ايش؟ بوظة. لا بأس يعني، ما كلنا ممكن ناكل بوظة ولا لا؟ لغته ضعيفة شوية، فلما اختار البوظة قلت له، وهذا شيء عجيب موجود في الغرب مرات، قلت له هذه البوظة عليها قطع من لحم الخنزير، بتقول شو بخليهم يضعوه؟ حرين، هم حرين، هم أحرار ونحن أحرار، الأصل فيها. الرجل أصر إنه إيش؟ إنه يأكل. ثم قام ضربة رجله في طرف الطاولة فتمزق السروال. بعض الناس ممكن يقول لك ايش؟ صدفة. رد فعل الرجل كان ايش؟ قال لي هذه البدلة ثمنها $2000. انت بتلبس من المية ومية وخمسين ولا مية الله اعلم شو. قال لي هذه البدلة ايش؟ $2000. لازم تأكل حبة البوظة اللي عليها. ما القضية الأساسية؟ تم التنبيه يا محترم، تم التنبيه، نبهت. إن ضربت رأسا، إن ضربت إيش؟ فورا. بعض الناس ممكن يقول لك صدفة، أنا أقول آمنت بالله. إذن في عينهما الخمر نجاسة والخنزير نجاسة، صغير كبير كليته شويته حركته نجاسة. قال وتفصيل أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعد ثلاثة أقسام، فإما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما،
معادن معادن، حديد، نحاس، ألمنيوم، لأنه بعض المكون جسمك فيه من جسمك فيه ألمنيوم. قشرة الدماغ معروف فترة فترات قالوا الألزهايمر بسبب ارتفاع نسبة ألمنيوم في قشرة الدماغ، رجعوا عن الكلام. احنا نقول بس انه في معادن وفي حديد في الدم، واللي عنده نقص حديد بالدم قل له ايش، خذ لك هالحبة مثلا، صحيح، بس مش تروح تأكل برادة حديد وتقول انه هذا. طيب، قال او من النبات او من الحيوان في المعادن وهي أجزاء الارض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم اكله الا من حيث انه يضر بالاكل، اذا اضر فهو يحرم لضرره وليس في عينه. وفي بعضها ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان مضرا لحرم اكله، والطين الذي يعتاد اكله لا يحرم الا من حيث الضرر. بعض الناس يتضرر بالجلوتين اللي بالخبز، يضره ايش؟ جلوتين. بعض الناس يضره الشوفان، وبعض الناس يضره الصويا، يعني عنده حساسيه او ممنوع ياكل كذا. فاذا قال لك الطبيب بلاش السكر، اذا قال لك الطبيب بلاش الدهون الكذا كذا، قال لك الطبيب يعني بين لك انه هذا امتنع عنه ليس لعينه، فهو في عينه حلال، انما اذا ضر بك، اذا ضر ايش بك. وفائدة قولنا أنها لا تحرم مع أنها لا تؤكل، أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو طعام بائع لم يصر به محرما. ناس قاعدين بيطبخوا بقدر طعام حلال زلال بركة إن شاء الله، ولد من الأولاد بيلعب بهالكرة القدم ولا إيش، ضرب بقدمه كذا، طلعت شوية طين من الأرض دخلت وين؟ في القدر. لا بأس، لا بأس، هاي معنى كلام الإمام الغزالي، إنه لو دخل شيئا لم يحرم، لو دخل شيئا لم يحرم، لم يصر به محرما، كان حلالا وبقي حلالا. وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل البنج والخمر وسائر المسكرات، ومزيل الحياة السموم، ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها، في غير وقتها الكمية بتختلف كذا إلى آخره. وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر، إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه وصفته، ما أسكر كثيره فقليل وإيش حرام. وهي الشدة المطربة، قالوا يعني بعض الناس يقول لك مثلا ما هو شوي صغير مثلا وكذا إلى آخره، مثل المثل باللغة الإنجليزية، قالوا the social drinkers of today are the alcoholics of tomorrow، الذين يشربون الخمر مجاملة اليوم هم مدمنو الغد. هم مدمنو ايش؟ الغد. كنت جالس في القطار في بريطانيا مرة من لندن ذاهب جنوبا، وهنالك عائلة على الجهة الثانية، فاشترى الأب والأم لهما خمرا ولأولادهما صغار 10 8 كذا، الأب والأم اشتريا ايش خمرا، واشتروا للأولاد بعض العصير أو شيء من القبيل. فاحتج الأولاد وطلبوا، معناته في الدار شو بيسووا؟ احتجاج شديد وصوت عالي، بدنا زيكم، بدنا ايش؟ زي أهل بلادنا اللي بيأرجل وأولادهم اللي عمرهم 4 و5 و6 شو بيعملوا؟ بيأرجلوا. هذولاك بيشربوا، الأولاد ايش؟ واضح إنه فضحوا اللي خلفوهم في القطار. وفي بريطانيا مشهد عجيب، بعد ساعات العمل تجد انه الحانات البارات يجتمع الناس الى خارجها، يعني يمتلئ الحانة وبصير زي الطابور اللي في الخارج، مجموعة عند الباب كلها شو عمالها تشرب،
وبه، وامرأة أسلمت معروفة في بريطانيا قالت أنها كانت تشرب زجاجة من الخمر كل يوم، وقالت عن أبيها أنه لم يكن يترك امرأة من شره، مش غيبة ونميمة طبعا. الله أعلم كم أخ وأخت لها في البلد إذا أسلمت، الحمد لله رب العالمين. وأما السم إذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم، بعض الأدوية اليوم قد يدخل فيها هذا. وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل، وتفصيل في كتاب الأطعمة، والنظر يطول في تفصيلها لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر، وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحا شرعيا، هذا إذا كان يذبح، مثل السمك لا يذبح. روعي في شروط الذابح والآلة، نعم، والمذبح، وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح. وما لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام، ولا يحل إلا ميتتان. وهنا يذكر الإمام الغزالي قال السمك والجراد، السمك والجراد. بعض الأطعمة هي حلال، ولكن إذا عافته نفسك، هذه مسألة ثانية. أهل بلادنا ما عودوا أكل الجراد مثلا، ولا الضب الذي كان في قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يأكل، ما كان يأكله، لكنه إيش؟ حلال. فبعض الأطعمة قد تعافها نفس فلان وتتقبلها نفس فلان إذا كان من الحلال. يعني مثلا بعض الأهالي، بعض الناس وكأنه في تركيبته لا يطيق أكل اللحوم، والأهل هم يجبروا الأولاد إيش؟ على أكل اللحوم، أو لا يطيق. وكونه حلال لا يعني إنك تكره على إيش؟ عليه. هكذا في جبلته، في طبيعته مثلا. وفي معناه ما يستحيل من الأطعمة، ما يستحيل، ما يتحول، مش يستحيل وجوده يعني إنه من المحال، يستحيل هنا يتحول من شيء إلى شيء. قال كدود التفاح والخل والجبن فإن الاحتراز منهما غير ممكن. يعني كل ما الوحيدون الذين يعرف عنهم إنه يفلي كما يفلى الرأس من القمل، جماعة مئة شعريم هذول عندنا من اليهود الألترا أورثودوكس، قيل عنهم إنه بيمسك راس الخس وبيفليه إيش؟ ورقة ورقة، حتى لا يكون فيه أي شيء من الدودة وكذا. واضح؟ مش من أجل قضية إنه النكهة ولا لا، يعني بيعتبر إنه حرمة معينة. ومهما نظرت بالعين المجردة، هنالك ما لا يرى بالعين، يعني هناك ما لا يرى بالعين المجردة. والحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله الذي وفقنا الله عز وجل إلى الميكروسكوب، صحيح؟ فعرفنا الأمراض وعرفنا كذا، صحيح؟ الفيروسات مثلا، وماذا تراها الآن؟ الجو مليء بالفيروسات، نتنفس وإيش؟ ولكنها أيضا نعمة أنك لا تراها بالعين المجردة. ولو أن كنا نراها بالعين المجردة كان شو؟ مليارات طائر الآن بيناتنا مثل الضباب، لكن الحمد لله من باب أنك لا تراها بالعين المجردة، ومن باب آخر أنك تراها بما وفقنا الله عز وجل لصناعته. أنت اليوم مايكروسكوب بالطول، إما المال وإما الكريدت كارد، وبتطلب أدخل مايكروسكوب تجيبه على الدار. معك مال شو بتجيب؟ العلماء كان يصنع المايكروسكوب. تخيل العالم لما كان يضطر لصناعة إيش؟ المايكروسكوب.
اما احنا بتدفع وبت... وبعضهم اشترى مايكروسكوب لولده، وبعضهم اشترى مايكروسكوب لولده وجاء معه شرائح جاهزة، شرائح ايش؟ جاهزة، هذه شريحة نبات، هذه شريحة بكذا جاهزة، وبعض الشرائح لا مش جاهزة، يعني تضع عليها نقطة دم. فقام والده ايش؟ واخذ اصبعه، اصبع الوالد، فانزل نقطة من الدم على شريحة حتى يرى، فراى الكريات الدم ايش؟ تتحرك. احضر له الميكروسكوب، يعني هاي هذه علم الاحياء بيولوجي، واحضر له ايش؟ مختبر فيزياء، واحضر له مختبر كيمياء، يمكن في الجامعات في شيء من الله، لكن سبحان الله كل ميسر لما خلق له. عقل الولد وين؟ في التجارة ابدا. اذا الميتتان السمك والجراد حلال ولا ذبح، وفي معناهما ما يستحيل المطعم كدود التفاح والخل والجبن. يعني بقول المصريين حينما يقولون الجبن المش، الجبن ايش؟ المش اللي بذكروها في خطابهم، انما هو جبن عليه فيه من الدود ما فيه، خذ بروتينات مجانية. قال في الاحتراز منهما غير ممكن، فأما إذا أفردت، إذا أفرد الدود وأوكلت فحكمها حكم الذباب والخنفساء والعقرب وكل ما ليس له نفس سائلة، ولا سبب في تحريمها إلا الاستقذار، لا سبب في تحريمها إلا الاستقذار. ولو لم يكن لكان لا يكره، وإن وجد شخص، وإن وجد شخص لا يستقذره، نفسه لا تعرف هذا الدود، لم يلتفت إلى خصوص طبعه التنشئة، فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار فيكره أكله، كما لو جمع المخاط، أو كما لو جمع المخاط وشربه كره ذلك. وليست الكراهة لنجاستها، فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت، إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه. عند البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم ينزع، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. ولفظ ينقل يغمس بلفظ آخر عند النسائي. وربما يكون حارا ويكون ذلك بسبب موته، بسبب موت الذباب. ولو تهرت نملة أو ذبابة في قدر لم يجب إراقتها، إذ المستقذر جرمه إذا بقي له جرم، ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة. وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار، ولذلك نقول لو وقع، هذه مسألة ثانية جزء الآدمي. الجزء الأول نملة أو ذبابة مرت فوق القدر، ولعل السخونة البخار كذا ايش، ووقعها، جئت انت ايش تغرفها، فادخلتها بالمغرفة وين، فذهبت. ونوع الطعام فيه من اخلاط الالوان ما فيه، فيه من اخلاط الالوان، بمعنى ايش؟ راحت، لا يلزمك ايش اهراق الطعام، كب الطعام سك. لو وقع جزء من آدمية، هذه مسألة ثانية، ميت في قدر، ولو قدر دانق، حرم الكل وحرم الكل، لا لنجاسته، فإن صيّن آدمي لا ينجس بالموت، ولكن لأن أكله محرم احتراما لا استقذارا، احتراما لا استقذارا، إلا إذا اضطر الإنسان في إيش؟
في مخمصة بصير. وقعت طائرة في أمريكا الجنوبية في جبال عالية جدا بعيدة عن الحضر بعيدة عن الناس، وعاش جزء من هؤلاء الناس، وناس ماتوا بالحادث وناس ايش ظلوا على قيد الحياة. الطائرة اللي فيها بسكوت ولا شوكولاتة ولا يوم يومين شو بصير فيه؟ بيخلص. منطقة مقطوعة، كان الحل الوحيد للبقاء على قيد الحياة أكل جثث ايش الذين توفوا في الحادث. من استقذر وامتنع قيل له إن لم تأكل أكلت، إن لم تأكل ايش أكلت. وهكذا كان، فأمضوا فترة طويلة جدا حتى وجدوا، حتى ايش بقي على قيد الحياة. هاي معنى مخمصة، انقطاع كامل تام للإبقاء على قيد الحياة. ما بنقول هذا لكن يعني مثلا عادة المثال اللي بضربوه على قضية الانقطاع عن الطعام والشراب، انه مثلا رجل ذهب إلى الصحراء وانقطع من الماء وبقي معه زجاجة خمر ولا في لا خيمة ولا بشر ولا حدا، فهل يجوز له أن يشرب من الخمر؟ الجواب نعم. جزاكم الله خير على الجواب. كان يجب أن نسأل السؤال التالي: لما يصطحب المسلم معه زجاجة خمر إلى الصحراء؟ المثال بضربوه عندنا الأساتذة شوي المثال مش مظبوط غير صحيح. انت ذاهب الى الصحراء عندك متسع مثلا في الكيس ولا في كذا، ضع زجاجة ماء إضافية مثلا، او لا تأخذ على الأقل الخمر، تصطحب الخمر، شراء الخمر ماله حرام، واصطحابه معك للصحراء بقصد ايش؟ مشان اذا انقطعت من الماء التفكير شوي مش مظبوط ولا لا؟ مش بس شوي. شرب من الماء شرب مي ما عليه شيء، يشرب ماء. احنا قلنا كيف يصطحب المسلم معه ايش زجاجة بالخمر؟ لا للصحراء ولا لل ما فيها نية سليمة هذه. نعم. وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها، بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى من نجاسته منها، بل تناول النجاسة مطلقا محرم، وليس في الأعيان شيء محرم النجس إلا من حيوانات. وأما من النبات فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج، فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه لكونه في مظن التشوف، ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من النجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه، ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل، فيجوز الاستصباح بالدهن النجس، وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها. شو معنى الاستصباح بالدهن النجس؟ عندك مثلا زيت أو سمن برميل ك
كذا كبر أو صغر ووقعت فيه فأرى إيش ميتة وما انتبهت إلا وبعد فترة اللي هي إيش متحللة وفاشي في ال... هذا بتقدر أنت. كان قالوا الاستصباح يعني كيف إنه في الحديث في حديث ميمونة رضي الله عنها حينما سألت أفتنا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس حديث طويلة وله أرض المحشر ومنشر إيتوه فصلوا فيه. المهم في الأخير سألت عمن لا يستطيع أن يتحمل إليه قال فليهدي له زيتا يسرج في قناديله. هاي معنى الاستصباح في الدهن يسرج في قناديله هو يتحول عند العلماء يتحول. هو قالوا قاسوها على النجاسة في الطبيعة بعض العلماء قاسوا النجاسة في الطبيعة تتحول وتصبح إيش طعاما. كيف يعني الفأر مثلا الفأر يتوفى في الطبيعة ومحل ما هو إيش تخرج نبتة تتغذى عليه وأنت بتيجي بتأكل هذه إيش النبتة يعني في الدورة الموجودة في فالبعض قاس عليها وطلاء السفن بهذا الدهن مشان يمنع يعني الخشب من العفونة ومن الخراب إلى آخره. المهم لغير الطعام يستخدم. فهذه مجامع ما يحرم أو يحرم لصفة في ذاته. القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه وفيه يتسع النظر. فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المتملك أو بغير اختياره. فالذي يكون بغير اختياره كالإرث عيدت هذه دار عمي وقد توفي منذ 20 سنة و40 سنة و50 سنة وهذه دار خالي وتوفي منذ 100 ما فيها لا دار عمي ولا دار خالي انتهت الملكية انتهت ايش الملكية ما في إرادة بعد الوفاة انتهت. والذي يكون باختياره إما ألا يكون من مالك كنيل المعادن أو يكون من مالك وأيضا المعادن إذا كانت في أرض خاصة. والفقهاء في هذا يعني قسموا بعض الكتب الفقهية قسمت المعادن ما بين المشاع وملك دولة وملك عام. على كل حال وقسموا المعادن ما بين ما هو ظاهر وقالوا الظاهر بمعنى أنه لا يضاف إليه شيء ليباع. يعني البترول بتبيع مباشرة حتى لو يعني استخرجته من باطن الأرض حتى لو استخرجته من باطن الأرض قال هو ظاهر بمعنى أنه لا يضاف إليه شيء ليباع. على كل حال والذي يؤخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهرا أو يؤخذ تراضيا. والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين والنفقات الواجب عليهم. والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالمبيع والصداق والأجرة وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية. فيحصل من هذا السياق 6 أقسام. الأول ما لا يؤخذ من مالك كنيل المعادن وإحياء المواد. إحياء المواد إحياء الأرض المواد المشاع أو حتى غير ذلك. العجيب على الأقل في ولاية ماساتشوستس في أمريكا وقد يكون في غيرها من الولايات إذا استصلحت أرضا يعني مثلا أرضك على حافة الغابة أرضك على حافة إيش هاي البيت وهاي إيش ساحة البيت الملك ثم هي على حافة الغابة فاستصلحت جزءا من وين من الغابة ومضى على هذا الاستصلاح سنوات معينة تدخل في الملكية بشكل أو بآخر.
وإحياء الأرض الموات أظني للمستخدم الذي أحياها ولا تورث، ولكن هذه للفقهاء يتحدث فيها بعلمهم. قال وإحياء الموات والإصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش، فهذا حلال، هذا من الأماكن العامة، هذا الأماكن إيش العامة، يعني الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، شركاء في ثلاث: الماء والكلاء العشب والنار. النار اليوم بتقول مصادر الطاقة، تقول إيش مصادر الطاقة، إن كانت عامة، إن كانت إيش عامة، ويذكر الاحتطاب، يذكر الاحتطاب. وقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى لابنه، سأل عن إبل فقيل أن هذه لابنه، أظن لعبد الله بن عمر. على كل حال اللهم ارضى عنهم، فأمر ابنه، أمر ابنه أن يبيعها وأن يسترد رأس ماله فقط لغير، وأن يرد الباقي على بيت مال المسلمين. انظر إلى فقه سيدنا عمر بن الخطاب. لما؟ قال لأن الناس ستقول معنى الكلام: افسحوا لإبل ابن الخليفة. الناس راح تعمل: هذا ابن الخليفة، وسعوا له. مش بتوسعوا له أنت في صدر المجلس؟ ومش بتحطوا له أكبر منصب؟ ومش لما توصل للكلاء للإبل راح تقولوا إيش؟ هذا المحل مليح، وهذا العشبات ملاح، خلوه لابن الخليفة، لابن أمير المؤمنين. مش هيك؟ فأمره أن يبيع وأن يرد، بعد أن يأخذ رأس المال، يسترد رأس المال، أن يرد الباقي على بيت مال المسلمين. هذا ورع، يا ليت أن يكون في جميع المسؤولين، بحيث أنك أنت إذا صاحب موقع، مش ضروري تكون رئيس ورئيس حكومة ولا وزير، عندك موقع مسؤولية أو عندك نفوذ، لا تدخل لا زوجة ولا ولد في نفس الوظائف. بعض البلاد تمنع، بعض البلاد تمنع قانونا مثل هذا العمل، انك انت والزوجه تجيبها ولا تجيبك على نفس على نفس الشركه وعلى نفس المؤسسه وكذا لاخره، او الاولاد لاخره. بدك توظف الولد، استقل يعني، استقل من العمل وخلي الولد يدخل اذا، لكن على شرط ان يكون عنده يعني الإمكانية، المعرفة، الشهادة المناسبة، الخبرة المناسبة، مش لأنه ابن فلان. إذا كان نائم نحطه في شركة النوم. قال فهذا حلال بشرط ألا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين، فإذا انفكت عن الاختصاصات ملكها آخذها، وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات. يعني الاصطياد، الاصطياد الغزلان رايحة جاي محل ما بدها، في أرض عامة وفي أرض إيش خاصة، فإن كانت في أرض خاصة لا يحق لك أنك تدخل الأرض هاي، إذا كان لا يحق لك أنك تدخل الغرامات يأكلن حشيش أخضر، واضح؟ ثم إذا كان هنالك القانون، القانون محترم، الدولة قد تنظم، الدولة قد تنظم هذا الأمر الصيد، بحيث لا تصطاد أنت في مواسم التكاثر مثلا. وفي كتب الفقه وفي بعض الوثائق، الأفلام الوثائقية، قال صياد مسلم، قال أنهم يبتعدون عن الحيوان، لا يصطادون الحيوان يعني الأنثى وهي حامل، يتركونها حتى تضع،
فقه معين، هذا فقه حقيقي. يقولون عن الاستدامة في قضية البيئة والحفاظ على البيئة، يقولون استدامة، هذا استدامة. الثاني المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له، وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار المحاربين، وذلك حلال للمسلمين. إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان أو عهد، وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير وكتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية. نحن نقول الأمور على ما هي عليه، وإن كان قد تترجم اليوم إلى قوانين، والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.